هلا وسهلا يا مرحبا، الله يحييكم. موضوعنا اليوم موضوع حلو جميل عن الزواج والمغالاة في المهور مما أدى إلى مشاكل ما تتخيلونها. بسلسل بعض النقاط. الزواج شرع الله، يعني تفرغ الشحنة الجنسية بطريقة معتادة وتتحمل تبعاتها من الأولاد، نرحب به وتلاقي فيه حفلات وفيه أشياء كثيرة جدا. إذا أخطيت وعملت هذه الطريقة وفرغت الشحنة الجنسية بطريقة غير نظامية وغير شرعية تجلد وتصبح عار وعار، لأنك تتحمل مسؤولية الأولاد. الإسلام عظيم يحافظ على التربية وعلى الأولاد وعلى البنات الأساسيين. طيب، بعض الناس يحسبون البنت سلعة تباع وتشترى، وأن المهر لها ليس لك، المهر للبنت المسكينة، وكلما كان مهرها قليل كلما كانت أحسن. هذا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه إذا أخرنا أو صعبنا الزواج، فإن الشباب يكبرون والبنات يعنسون، وستوجد طرق ملتوية للإشباع الجنسي، وتصير عادات سيئة وتقاليد سيئة. ذنب على من بدأها وعلى من أصبحت عادة، ومعظم ارتفاع المهور يعني عادات سيئة وتقاليد سيئة ومباهاة، واللي يستفيدوا من الزواج المطبلين أهل الذبائح وأهل الجزارين وأهل الصالات، واللي يجي يعطي هدية والحريم اللي يجون يعطون هدية، وما حد استفاد. كل من حضر الزواج لا يستفيدون، يستفيد فقط هؤلاء 5 أو 6 أصناف ليسوا منا أصلا. حقيقة يعني بيع وشراء البنات اللي يأخرون زواجهم علشان رواتبهم وما شابه ذلك، الموظفة لأباء يعضلون، ذنبها عظيم. ممكن الشباب يروحون يتزوجهم الخارج، يقولون والله زواج الخارج أرخص، ليش أروح أخذ هنا؟ حتى بعض الشباب شفتهم بعد إذا جاي يتزوج يأخذ قرض سيارة وتنتين وثلاث ومدريش ويتبهذل، وبعد ما ينتهي الزواج بأسبوع أسبوعين يجد البنت يقول هذه هي سبب كل المصائب اللي أنا فيها، هذه مدريش، هذه ما تعرف فنجال شاي، ونفسيا ينشحن ويطلقها. إذا طلقها هي تصير لها حالة نفسية ولا عاد تتزوج، هو يجي حالة نفسية ولا عاد يتزوج، وأنشأنا 2 فاسدين في المجتمع يفسدون. أي واحد يأخر زواجه هذا إنسان عنده اضطراب نفسي، يسبب اضطرابات نفسية تأخر الزواج للبنات وللشباب، يسبب حرمان، يسبب عادات اجتماعية سيئة، يخلي الواحد يطلع برا يفرغ شحنة ترابية ثم يرجع بأمراض كثيرة جدا، قد يرجع بالإيدز الله لا يقدر، قد يرجع بالزهايمر، السيلان، الهيربس، قد يرجع بعادات سيئة، قد يتعاطى مخدرات عشان مع هذه الأشياء، في عدنا بأشياء وأمراض ما تتخيلونها. تأخير الزواج مشكلة كبيرة. أنا أقول وصل واحد عمره 22 سنة يتزوج، واحد تمرير أشياء علينا حين كبر السن ما ندري عنها، وعندهم اتصالات وعندهم تواصل، والله يستر على عباده، يعني بسبب هذه العادات والتقاليد التي ليست من الدين. أبغى كيكات، أبغى شوكولاتة، أبغى مدري، أبغى تحضيرات ب10,000، أبغى تحضيرات ب15,000، أبغى فستان من محل فلاني، بنت فلان صلحت كذا، المشهورة الفلانية صلحت كذا، أنا أبغى أطلع أسافر شهر العسل. شهر عسل إيش أنت شايفين حمار؟ هذا مسكين مدين 200,000 300,000 علشان. وبعدين حتى الشاب، أنت رخص السيارة ب120,000 130,000 تقسيط، وإذا جيت البنت تقول مهر 40,000 تقول غالية. لا، كل شيء معروف إذا وضع في مكان. أنا أقول ودي الآباء يساعدون أولادهم، يعطونهم شقق عندهم في البيوت، ويجهزون لهم بيوتهم شنو عما، ويرأفون بهذا الأولاد المساكين. ودي سن الزواج 22 سنة، ما فيها يعني حد يصل عمره 30-35 وما يتزوج. ترى أمتع ما في الحياة الزواج، والله إنه أمتع ما في الحياة، وإن الندمان على كل ساعة تأخرت فيها زواجي عن 22 سنة. روحوا هناك. ولذلك نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون قدوتنا حتى في الزواج، يعني كان يزوج حتى بخاتم حديد. فلذلك بعدنا عن الدين، نقول له في عزومة وذبحت 50 ذبيحة عادي، لكن في الزواج تذبح 50 لا، لأنها تصير عادة وغيرك يقتدي بها، وذنبها إلى أن تقوم الساعة عليك أنت لأنك صلحت هذه العادة. ولذلك نقول يسر يسر يسر، وعندنا مشاكل ما تتخيلونها، عنوسة بالمليون 2 مليون عانس ويمكن أكثر، شباب عانسين برضو أكثر، الله يستر على عباده، لا نكون سبب في ضياع الشباب.